هذا هو الضلال المبين مع صريح القرآن بأن الرحمن عرش استوى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ووصف العباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، نعم. وتعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وأنه مستعلٍ على خلقه أجمعين، وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم، أن الله في كل مكان، الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه، وين المكان اللي حشروا الناس في كل مكان، وبخاصة هذه الأمكنة، فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكنة النجسة والخبيثة، فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره، كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان، مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش استوى. وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن يعتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم، لأنك إن سألت كثيرا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان، وبيكون واحد جاري يقول الله موجود في كل وجود. مساكين هؤلاء الناس، الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق، فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من قذورات؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونقوم نصلي إن شاء الله. هيأت لنا مكان إن شاء الله.